خلينا نروح نشوف بقى ايه اللي اتكتب في المواقع. يلا فيتو، قياسات بدنيه للاعبي الاهلي في اول تجمع. اليوم السابع، معسكر الاهلي يبدا اوائل يوليو في اسبانيا والفريق يخوض 3 مباريات. يورو سبورت عربيه، تحذيرات عبد الحفيظ، الصفقه السكندريه، مكالمه لاسارت ساسبنس. وان ثري، الاهلي يحسم صفقه المحمدي بعد امم افريقيا. الوطن سبورت، محمد دهاني يضغط على الاهلي للرحيل لليونان. سبورت 360، نجم الاهلي يتلقى عرضا برتغاليا. سوبر كوره، اجاييه ينتظر عرضا برتغاليا للرحيل عن النادي الاهلي.